حابب تفسخ العقد فلازم تدفع شرط الجزائي. ليكي انتي اخذتي هذا العقد مني موقع بالغش. انا بعثت لك العقد وقريته، في اي بند تغير بعد ما وقعته؟ بما انه البنود ما تغيرت فكيف عم تقول بالغش؟ لكان في شيء تغير؟ ما في سبب لحتى تفسخ العقد. انا بحاجه هذا العقد، انت واقع بمشكله، ما في حدا بيقدر يحل لك هالمشكله ويساعدك غير امك. هلأ عرفت من وين جايب كل هالمواهب؟ طلعوا كلهم من حماتي. كيف هالمرة الضعيفة صارت هيك قوية؟ من وين جابت هالشجاعة؟ حتى لما كانت مع سوراج مو موجودة كانت تجادل قدامي وهي مستحية، بس هلأ مو شايفة حدا قدامها بدور؟ شكراً. أول شيء أنت مالك الحق بإنك تسمي حالك أمي، عم تفهمي؟ وتاني شيء يا مدام، لما أنا وقعت هذا العقد ما كنت بعرف أني وقعته معك أنت. ماشي، وهلأ ما صار شيء، ليكك عرفت، دفع الشرط الجزائي وشق العقد، ما عندي أي مشكلة. أنا ما رح أعمل شغل معك، فهمتي؟ هاد كل العقد ما بيهمني لحتى أدفع الشرط تبعه. شو ناوية تعمل؟ بس يصح لي فرصة رح حط هالحبات بأكلك يا سافيتري، وبس هي تشرب هالحبات رح يصيب سافيتري نوبات من الخوف، وساعتها رح ترجع لما كان بمشفى الأمراض العقلية. وهي لعبتي وحيلتي الظريفة سافيتري، بس انتي نسيتي انه هالكلمة مالها مناسبة لهي الحماية. بس خليكي عم تتفرجي شو رح تعمل حماتك فيكي. حماتي؟ ما بقى عندك أي خيار تاني. لا 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 لا, لا. ألو حماتي، شو عملت أنت؟ اشكي أنا ما بدي أي مشاكل بشغلي معك، 24 ساعة لحتى تقرر إذا بدك تكمل بالعقد بشروطه المكتوبة أو بدك تدفع شرط الجزائي. يا قدير، ستي شو خلتها لحماتي تشرب؟ بلشت التسلية. معقولة ستي شربت هذا الدواء لحماتي يلي أخذته من المستشفى؟ إذا مفعول هالدواء بلش يشتغل معها هلأ كل تعبنا راح على الفاضي. ما رح تقدري تخدعيني بحيلك، أنا بعرفك كتير منيح. أصلاً من وقت ما عرفتها هي هيك وحدة طماعة ومادية ما بتشبع مصاري. ك
كأنه حماتي رجعت تعطيني من نفس الدواء. ماشي باي، يلا تعي جيني. أنا رح ورجيكي هلا، رح أعالج مشكلة بمشكلة مثلها. هاي عمتي. مدام سارلا قومي. ايه ايه او او مو جيني. مدام جيني ساعدة. مدام جيني مين اللي عمل هيك؟ انت 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 اجيت وطرقتني مو هيك؟ كانت ماتت البنت فطيس. ولك ما رح اتركك بحالك. انا بورجيك. سرلو؟ ايه؟ دخلك حدا سجل رقم الشاحنة شي؟ اي شاحنة؟ الشاحنة اللي طلعت فوقنا. سرلو شو؟ ايه؟ وينو مديرك انت؟ جيبوه يا مدير. موظف عندك واحد غبي ها؟ قرشونك شوي ورح يجلطني وخلاني وقع على الارض. لكن انت المدير، كيف بتخلي الشاحنة تفوت على مطعمك هيك ها؟ حماتي، حماتي انتي منيحة؟ تعي بسرعة تعي، قومي معي، انتبهي. مدام سارلا، هو ما له ذنب بهذا الشيء، ما كان قاصد يصير هيك. خلص أنا بعتذر عنه، تقدر تروح، يلا. مدام سارلا، انتي اهدي، لا تعصبي كتير. ماشي، شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا انتو اتنين هون؟ وليش انتو جايين لهون اليوم؟ لحتى تقابلوا حدا؟ سافيتري؟ وين راحت سافيتري؟ هلأ كانت هون. أكيد الدواء هلأ بلش تأثيره عليها. بس كيف قدرت سافيتري تمشي لحالة وهي بهالحالة؟ اهدي شوي. لا 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 اهدي. حماتي 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 حماتي، إذا ستو لقي بي ام شافتنا راح تكون مشكلة. كيف هي بتترك الاجتماع بنصه؟ سافيتري؟ مو أمه لأهان اسمها سافيتري؟ صح؟ هي لازم تكون برا، هي ما رح تقدر تبعد كثير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.